بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الخامس في هذا الفيديو، حيث يلخص هذا الفيديو وحدة المعادلات. يلخص وحدة المعادلات. هذه الوحدة تحتوي على أربع دروس بسيطة وسهلة: المقادير الجبرية، معادلات الجمع والطرح، معادلات الضرب والقسمة، وآخر درس هو درس حل مسألة. بداية فلنتعرف على المقدار الجبري. ما هي المقادير الجبرية؟ أولا الجبر. الجبر هو لغة من لغات الرياضيات، يستعمل فيها رموز وأحرف للتعبير عن قيم مجهولة. قبل يا خامس وإحنا صغار كنا نحكي ما هو الرقم المناسب وضعه في المربع لتصبح العبارة الأمامنا صحيحة، مثلا المربع زائد 5 يساوي 10. نقول ما الرقم المناسب وضعه في المربع لتصبح الجملة صحيحة، جملة رياضية صحيحة. الآن لن نستعمل المربعات، وإنما سنرمز لهذه المربعات بأحرف، هون سميناه علم الجبر. هاي الأحرف تسمى متغيرات، تمام؟ هاي الأحرف نسميها متغيرات. لماذا؟ لأنه تحتمل أن يكون فيها أكثر من قيمة، مو قيمة واحدة، أكثر من قيمة. المقدار الجبري يتكون من ثلاث مكونات رئيسية: متغيرات اللي هي ديك الأحرف اللي حكينا عنها قبل شوي، أرقام، وأكيد عمليات حسابية. إذن مجموعة من المتغيرات والأرقام تفصل بينها العمليات الحسابية. مثال على مقادير جبرية: x زائد 2 4 h. هلا الضرب بطلنا نكتبه، صرنا نحكي 4 h، تمام؟ y تقسيم 3، بنحكي y على 3، y على 3 تقسيم نكتبها على شكل كسر، والضرب بنبطل نكتبه، بنقول 4 h. في الدرس الأول سنتعلم كتابة مقدار جبري باستعمال الرموز وإيجاد قيمة المقدار الجبري. كان في عدد طالبات الصف الخامس ألف مجهول X، زادوا في الفصل الثاني طالبتين، كم أصبح عدد الطالبات؟ شو منقول؟ منقول X زادوا 2، إذن X زائد 2. طبعا في كثير من الأمثلة على ضرب وطرح وقسمة موجودة في الكتاب، أرجو منكم مراجعتها لتميزوا بين الكلمات المتعلقة بالضرب والمتعلقة بالقسمة والمتعلقة بالجمع والمتعلقة بالطرح. طب لإيجاد قيمة مقدار جبري، نقوم بإيجاد قيمة المقدار الجبري بطريقة نسميها طريقة التعويض. شو يعني تعويض؟ إني أعوض مكان المتغير قيمته. مثلا جد قيمة المقادير الجبرية التالية: x ناقص 2 هو مقدار جبري. طبعا أكيد رح يكون معطيك قيمة المقدار، قيمة المتغير في المقدار الجبري. فمثلا x ناقص 2 إذا كانت x تساوي 3، بمسك x وبحطها مكانها 3 ناقص 2 يساوي 1. هذا ما يسمى بطريقة التعويض. أجد قيمة المقدار الجبري 2x إذا كانت x تساوي 6. طبعا حكينا الطريقة تسمى طريقة التعويض، وهي بتعويض أو بوضع مكان x قيمتها 2 ضرب x هي 2 ضرب 6 وتساوي 12. الدرس الثاني في هذه الوحدة هو حل معادلات الجمع والطرح. في هذا الدرس سنتعرف على المعادلة، الفرق بينها وبين المقدار الجبري. أيضا سنحل معادلة باستعمال طريقتين أساسيتين: الأولى الطريقة الذهنية، والثانية استعمال العلاقات بين الجمع والطرح. المعادلة، تذكروا قلت لكم مثال المربع: مربع زائد 4 يساوي 10. حكينا مكان المربع شو حطينا؟ x. x زائد 4 هاد مقدار جبري، وجود المساواة جعل منه معادلة. فالمعادلة هي جملة تتضمن إشارة المساواة وتدل على تساوي المقدارين في طرفي المعادلة. تذكروا يا خرامس مثال الميزان،
وقد تتضمن أعدادا مجهولة يعبر عنها بأحرف مثل X, Y. قلت لكم بإمكانكم تحطوا الحرف اللي بدكم إياه. ماذا عن حل المعادلات ذهنيا؟ لو كان عندي هاي المعادلة X زائد 4 يساوي 9، بسأل نفسي ما هو العدد الذي إذا أضفت إليه 4 كان الناتج 9؟ 5. 5 زائد 4 يساوي 9، إذن حل المعادلة هو X تساوي 5. إذن حل المعادلة شو يعني؟ إني أجد قيمة المجهول X. طب باستعمال العلاقات بين الجمع والطرح كيف ممكن أحل المعادلة؟ ركز معي. X زائد 4 يساوي 9. رح نرجع نراجع شغلة، هي ما هي، لو تسأل نفسك سؤال، ما هي جملة الطرح المرتبطة بها؟ تذكر أخذتها بصف رابع جمل المرتبطة. إذا كان عندك العملية عملية جمع، فالجملة المرتبطة بها هي جملة طرح، وإذا كانت العملية هي عملية طرح، فالجملة المرتبطة بها هي جملة جمع. طيب كيف بجيب الجملة المرتبطة؟ بقول الناتج ناقص العدد أو الرقم الموجود رح يساوي X. فتسعة ناقص أربعة يساوي X. تسعة ناقص أربعة كم؟ خمسة. إذن X تساوي 5. بعيد، إذا كانت عملية في المعادلة جمع، فالجملة المرتبطة بها هي طرح، وإذا كانت طرح فالجملة المرتبطة بها هي جمع. بجيب الناتج، العملية الحسابية، الرقم اللي موجود عندنا رح يساوي معانا المجهول. كثير الإشي بسيط. قص عمر 17 سنتي من شريط، فبقي منه 13 سنتي. اكتب معادلة لحساب طول الشريط كاملا ثم أحلها. لما يكون عندك يا مس مسألة زي هيك، بدنا نفتفت السؤال فتفتة عشان نفهم شو عنا. أول إشي بدك تسأل نفسك شو هو الإشي المجهول؟ ما هو المجهول اللي أنا ما عندي عنه معلومات؟ فركز في في المسألة. قص عمر 17 سنتي من شريط. طب كم طول الشريط؟ كان عنده شريط معين، طرح منه أو نقص منه 17 سنتي، ضل عنده منه 13 سنتي. إذن ما هو المجهول؟ طول الشريط. هذا برمز له بالرمز اللي أنت بدك إياه، أي رمز أنت بتحبه. عادة نستعمل X. الآن ما هي الجملة الجوهرية التي تساعدك على تعيين العملية الحسابية؟ سواء كان جمع، طرح، ضرب، قسمة. قص عمر 17 سنتي من شريط، فبقي لديه 13 سنتي. برأيك ما هي العملية الحسابية التي يمكنني أن أستعملها مع عبارة قص؟ قص يعني أزالة، أزالة يعني نقص. فإذن العملية الحسابية حتكون طرح. من الشريط أنا طرحت 17 سنتي، فإذن X ناقص 17، بقي لدي 13. إذن X ناقص 17 يساوي 13. الآن بدي أحلها. كيف بحلها؟ بجيب الجملة المرتبطة بها، بقول 13 زائد 17 يساوي X. 13 زائد 17 كم؟ 30. إذن قيمة X هي 30. 13 زائد 17 يساوي X، فX تساوي 30. حكيت لكم جملة الطرح مرتبطة بها جملة جمع. جميل. الدرس الثالث معادلات الضرب والقسمة. هدف هذا الدرس أنك تحل معادلات فيها عملية ضرب وعملية قسمة بنفس الطريقتين بالجمع والطرح، الطريقة الذهنية أو العلاقات بين الضرب والقسمة. أيضا رح يكون عندنا مسائل كلامية نحولها لمعادلات ونحلها. طبعا حتى نحل معادلة ضرب يا خامس وإيجاد قيمة المجهول X لعنا طريقتين، إما ذهنيا أو باستعمال العلاقة بين الضرب والقسمة. طيب كيف بحل ذهنيا؟ بسأل نفسي ما هو الرقم الذي إذا ضربته بثمانية كان الناتج 32. 8 ضرب X يساوي 32، موجود بجدول الضرب صح؟ بتتذكرها؟ X تساوي 4، 8 ضرب 4 الجواب 32. أحسنت. طب شو يعني العلاقات يا مس؟ العلاقات إني بدي أجيب الجملة المرتبطة. إذا كانت العبارة ضرب، فالجملة المرتبطة بها هي جملة قسمة. الناتج تقسيم الرقم الثاني في المعادلة ويساوي المجهول. الناتج تقسيم الرقم الثاني في المعادلة
يساوي المجهول. ف 32 تقسيم 8 يساوي x. 32 تقسيم 8 كم؟ الناتج 4. اذا x تساوي 4. طب متى استعمل هاي ومتى استعمل هاي يمس؟ اذا كان الرقم بالنسبه لك سهل جدا انك تلاقيه اكيد حتستعمل ذهنيا، وخاصه اذا كان جدول الضرب يعني مباشر. لكن مرات بيجيك ارقام شوي طويله بدها شغل، مرات ممكن نضطر نستعمل قسمة طويلة، فبهاي الحالات نستعمل جملة القسمة المرتبطة بجملة الضرب، تمام؟ عشان أبين للمسألة أنا كيف حسبت هذه المعادلة. طب التحقق، حتى تتحقق من صحة الحل يامس لازم تعوض مكان X قيمتها بالرقم، مكان X قيمتها اللي أنت أوجدتها. الآن X إحنا أوجدناها كم؟ 4. بعوض بالمعادلة الأصلية X 4، فبطلع عندي 8 ضرب 4 كم الناتج؟ 32، وهو نفسه الناتج في المعادلة فوق. إذن أحسننا العمل وإجابتنا صحيحة. طب ماذا لو كان لدينا معادلة قسمة X تقسيم 10 تساوي 4؟ أيضا في طريقتين ذهنية بسأل نفسي، ما هو الرقم الذي إذا قسمته على 10 يكون الناتج 4؟ يلا شو رأيكم؟ نعم أحسنت، X تساوي 40. لو كان 40 تقسيم 10 الجواب 4. طب والعلاقات يا مسرود؟ عندك هون الجملة جملة قسمة، الجملة المرتبطة بها حتكون جملة ضرب. الناتج ضرب الرقم الثاني اللي عندك بيطلع معك المجهول، فأربعة ضرب 10 الجواب يطلع X. 4 ضرب 10 كم يا خامس؟ 40. إذن X تساوي 40. كيف بتحقق من صحة الحل؟ بتحقق من صحة الحل عن طريق تعويض المتغير X والذي قيمته 40 في المعادلة الأصلية. 40 تقسيم 10 الجواب 4، وهو نفسه الجواب الموجود في الأعلى. إذن حلنا صحيح. مسألة من واقع الحياة، أنتج مصنع عددا من قطع الحلوى خلال ساعة وتمت تعبئتها في 50 علبة. إذا كان عدد القطع في كل علبة يساوي 12 فاكتب معادلة لحساب عدد القطع التي أنتجها المصنع ثم أحلها. أولا ما هو المجهول؟ واضح أن المجهول هو عدد القطع التي أنتجها المصنع. جميل. طب ما هي الجملة الجوهرية اللي بتدلنا على نوع العملية الحسابية؟ تمت تعبئتها في 50 علبة إذا كان عدد العلب أو عدد القطع عفوا في كل علبة هو 12 قطعة. طب تمت تعبئتها شو بدلكم؟ أنا عندي عدد معين من القطع عبيتها بالتساوي، يعني قسمتها بالتساوي على 50 علبة، طلع في كل علبة 12. فإذا عدد معين من القطع أنا ما بعرفه قسمته على 50، فإكس تقسيم 50 بيعطيني 12 قطعة في كل علبة، تمام؟ الآن لو بدي أحلها بجيب جملة الضرب المرتبطة بها، 12 ضرب 50 بتطلع معك قيمة X. حاولوا اعملوها لحالكم. لحل مسألة في عنا خطوات متسلسلة واضحة علمية يجب اتباعها في حل مسألة كتابية. جمع سعيد 27 قطعة ملابس من الأقارب والجيران وتبرع بها لجمعية خيرية، وجمع خالد عددا أقل بمقدار 11 قطعة مما جمعه سعيد. اكتب معادلة واستعملها لأجد عدد القطع التي جمعها. أول خطوة هي افهم المسألة. حتى نقدر نفهم المسألة لازم نكتب معطيات ومطلوب. طب ما هي المعطيات؟ المعطيات هي الأرقام الواردة في المسألة. كل معلومة ذكرت برقم فهي معطى. أول معطى كان عدد القطع التي جمعها سعيد 27 قطعة. أما عدد القطع التي جمعها خالد ورمزت لها بالرمز X، ليه؟ لأنها مجهولة بالنسبة لي، أقل بمقدار 11 قطعة مما جمعه سعيد. ركز فيها هاي الجملة لأنها رح تكون جملة كتير مهمة. طب والمعطي وآخر خطوة في افهم المسألة هي المطلوب. أكتب المطلوب. طب شو هو المطلوب يا مس ورود؟ المطلوب هي آخر جملة واردة في المسألة. شو طالب مني أحسب السؤال؟ طالب منك تحسب
أن تكتب معادلة لحساب عدد القطع التي جمعها خالد. جميل. خطوة رقم 2، بدك تخطط. غالباً هاي الخطوة ذهنية أكثر من أن نكتبها، تمام؟ لكن هون في الكتاب أورد لك أسلوب كتير جميل في حل المعادلات، هو رسم نماذج يا خامس. أسلوب كتير لطيف بيساعدك على أنك تحل معادلة بطريقة أسهل وأيسر لمن يرغب طبعاً. هاي الخطوة يعني هي خطوة اختيارية وهي خطوة ذهنياً أكثر ما هي أنه نرسمها أو نكتبها، تمام؟ يفضل يا خامس في هاي الخطوة أنك تحدد العملية الحسابية اللي بدك تعملها. خلوني أورجيكم نموذج رسمة حلوة بتساعدنا على تحديد العملية الحسابية. أنا عندي X. إيش هي X؟ عدد القطع التي جمعها خالد. عدد القطع اللي جمعها خالد أقل من عدد القطع اللي جمعها سعيد، صح؟ أقل بكم؟ بمقدار 11 قطعة. طب شو رأيكم أزيد على القطع التي جمعها خالد 11؟ مش لو أزيد على القطع التي جمعها خالد 11 رح أحصل على القطع التي جمعها سعيد 27؟ مش عدد القطع اللي تجمعها خالد لو زدت عليها 11 قطعة بيعطيني 27؟ طب هذا ما أعطاك المعادلة. شو هي راح تكون الخطوة الثالثة؟ اكتب المعادلة الذي يمثلها النموذج X زائد 11 يساوي 27. دائما المستطيل الكبير هو الناتج، فX زائد 11 أعطاني 27. كتير حلو. طب شو الخطوة الرابعة يا ترى؟ طبعا في نفس هاي الخطوة الثالثة بدك تكتب معادلة وبدك تحلها، فكون معادلة ثم حلها. جملة جمع، بجيب جملة الطرح المرتبطة بها، الناتج ناقص الرقم الثاني 27 ناقص 11 بيعطيني قيمة X، 27 ناقص 11 16، إذن X تساوي 16. طيب الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة تحقق، عوض قيمة X في المعادلة. هل حلك صحيح؟ معادل عندي X زائد 11 يساوي 27. شو X طلعت عنا؟ طلعت 16. هل يا ترى 16 زائد 11 يساوي 27؟ نعم، إذا حلنا صحيح. إذا خطوات حل المعادلة هي افهم، في افهم بدك تكتب معطيات ومطلوب، خطط، بخطط بدك ترسم النموذج وتحدد العملية الحسابية اللي بدك تعملها، في الحل اكتب المعادلة الحسابية، اكتب المعادلة بالرموز وحلها، آخر إشي تحقق من صحة حلك، والذكي اللي بتحقق من صحة حله لأنه بيكون ضامن أنه يجيب علامة كاملة. دمتم بخير، وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صوموا يا خامس لتصحوا، انتوا الآن قاعدين بالبيوت، الصوم حيكون عليكم أسهل بإذن الله. حاولوا صوموا كل نهار وطول رمضان حتى تكسبوا الأجر والثواب وتتعودوا من هلأ من انتوا صغار. بشكركم بالحسن استماعكم، لكم خالص الشكر والتقدير مني يا خامس، وحبكم، وإلى لقاء قريب.